مدن مصطفى، مدرب فريق موني ميتيساك. اقل حاجه يبقى لي نقول انني جد فخور بهذا الاداء اللي قدموا الدراري. هذه ثاني مشاركه لنا في هذه التظاهره ديال 7 كاب. العام اللي فات خسرنا في لاكارت فينال، هذا العام الحمد لله وصلنا حتى لا فينال. ضربات الحظ، سموهم ضربات الحظ، حيت تقدر تربح تقدر تفوز. الحظ ما تسمش لنا اننا نفوزوا بهذه ضربات الحظ. كنشكر الناس ديال هذا 7 كاب على هذه التظاهره العالميه على جميع المقاييس. الدراري تقاتلوا وداروا عليهم، كنشكرهم واحد واحد. وبوركوا با نشاركوا العام الجاي ان شاء الله، وحنا اللي نديوها ان شاء الله. تجربه، كلمه على التجربه. التجربه زوينه، هي لا تغنوا سميتها جو كومان برو. حنا فريمون حسينا راسنا زعما دي جوغ بروفيسيونيل، وحتى انا من هذا المنبر كنحس براسي زعما ديجا انني لعبت في هذا الملعب قدام هذا الجمهور اللي جاي ساندنا. ممكن لي غير نكون فخور براسي وبالاداء ديال اللاعبين اللي قدموا. كلمه اللاعبين ديالك والجمهور. اللاعبين كنبغي نشكرهم واحد واحد من كل شيء، يعني بدينا صغار وبقينا كنزيدوا نكبروا نكبروا حتى وصلنا لهذا ليطاب. كنبغي نشكر هذا الجمهور اللي جا ساندنا من البارح واليوم، يعني في هاد الشموشات وفي هاد الصهد وداك الشيء ساندونا الحمد لله، وقفوا مورانا وما تخلاوش علينا. حنا كنا بغينا نهديهم هاد الكاس، ولكن ربي ما كتبش لينا هذه كره القدم. ولا بروشين فوا ان شاء الله مسؤولين كيساعدوكم. كنبغي نشكر من هذا المنبر مسيو سلامي رضا، مسيو هشام بن حسين، مسيو العراقي، الحاج محمد العلاج، سي امين الكراتي، سمحوا لي نسيت شي واحد. المهم بغيت نشكر كاع هاد الناس اللي تاقوا فينا وخلينا نشاركوا في هاد التظاهره. والحمد لله كيف ما كنقولوا خرجنا، ولكن خرجنا براسنا مرفوع.